في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. ورد عند مسلم: أشهد لك بها عند الله. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا، إذ لو كان يملك من الأمر شيئا لقدم النفع لعمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويذوده وينصره.